مرحبا حياكم الله، وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. متابعين حساب الديحاني للشاحنات، عرضنا اليوم 6 الموديل 74، ما شاء الله تبارك الرحمن، اللوحات كويتيه، طبعا الغماره مرشوشه والشاص مرشوش، هو اساس الشاص رشه قديمه معكس، المجموعه ورا مبدله من خياره الى عكس، والموتر مشتغل الرجال نفسه، ده تقريبا عنده 3 سنوات. زي ما قلت لكم شخصية أساسي ومعكس المجموعة ورا من خيارة إلى عكس، دوائر جدد، راح اصور لكم داخليه مكينته ما شاء الله تبارك الرحمن، صوتها طيب. راح اصور لكم داخليه ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه الداخليه مجد كله، طبعا الجير زي ما هو 6 نمر ما شاء الله تبارك الرحمن، اي صوت مكينه طيب بالحيل. الشبكة الخيار يجي عصا، وهذا يوم معكس شبكته موجودة شغالة، شبكة الدفرنشات ورا مشبوكة شغالة، طبعا الموتر تواصل معرض ما جاء عليه سهم، اللي له نظر بحط رقم التليفون ونقول مرحبا ومسهلا بالجميع.